طبعا ممنوع منعا باتا احد يصعد المسرح اذا اعلنا النتيجه، ممنوع من الجمهور او من الشباب الموجودين. طيب العائد الاول من الشباب الستة، أتوقع أن أبو الوليد بيفرح له كثير، يعني هو المتسابق محمد بن مناحي. الواقع تجمعنا محد ينازعنا بالحرف والمعنى، سكربت من قدام مية على مية، همة وحيوية إلى النجومية، سكربت من قدام سكربت من قدام. تقول أقول الناس اللي تحطيتهم على أعصابهم إلى الآن، يعني والله الحمد لله حتى احنا والله ما عاد ندري ثيابنا غرقة. طيب لكن الحمد لله رب العالمين. نقول لزملائي والله انا ودي محني محل كل رجال منها، لكن هذه ارزاق مقسمها الله والحمد رب العالمين. نشوفك بعد في السته ولا خلاص؟ والله نقول ان شاء الله، نقول ان شاء الله. لا بعد في خاطره بعد اي ها شو حلو ذا. يلا سلام عليكم.